والله الحمد لله، يعني الرجوع بالسلامة، الوفد الجزائري مشى بسلام وجينا بسلام. كنا متخوفين من الحالات الإيجابية في كوفيد، الحمد لله ما كانش ولا حالة ذهابا وإيابا. كنا عارفين بلي كاين استقبال ولكن ما كناش نتصوروا بهذا الحجم هذا. نشكر جميع المساهمين في هذا الاستقبال الحار، من بداية من السيد رئيس الجمهورية، وزارة الخارجية، وزارة التضامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو كي شجعتونا وكنتوا معنا. الصحة، ميرسي بوكو. ان شاء الله نكونوا دائما رافعين العلم الجزائري ودائما نفرحوكم. ان شاء الله الحمد لله اللي دخلنا بلادنا الحبيبه بخير وعلى خير، ورانا فرحانين كثير بهذا الانجاز. الحمد لله اللي فرحنا